السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول تيم اسمه نقدم لكم علمتني سورة المطففين. علمتني سورة المطففين تحريم التطفيف في البيع والشراء وأيضا في التعامل مع الناس. علمتني سورة المطففين أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة العدل والحفاظ على الحقوق. نادتني سورة المطففين: إذا كان التهديد العظيم لمن يطفف في حبات القمح والذرة فكيف بمن يطفف في حقوق أهله؟ ويل للمطففين. علمتني سورة المطففين خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك: ويل يومئذ للمكذبين. علمتني سورة المطففين أن كثرة الذنوب والمعاصي تسبب قسوة القلب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. علمتني سورة المطففين حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نادتني سورة المطففين: انظر إلى رجل يبكر في الحضور إلى المسجد ونافس في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علمتني سورة المطففين أن السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نادتني سورة المطففين: الله يحاسب على الضحكة فكيف بالمظالم؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نادتني سورة المطففين: ليس مهما أن تضحك هنا، المهم أن يضحك في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.